خاض الدراجون أمس في منافسات تيتون ديزير أطول مرحلة في تاريخ السباق وبلغت 144 كيلومترا وربطت بين الريصاني ومرزوق. وبالإضافة إلى التضاريس الوعرة زادت الرياح القوية من صعوبة المرحلة الرابعة التي نجح الإسباني جوزيف بوتالو من حسمها لصالحه بتوقيت 5 ساعات و25 دقيقة و45 ثانية. الدراج المغربي سعيد الأيوبي حل في المركز 32. مرحلة اليوم ستجرى في مدار مغلق على مسافة 94 كيلومترا بمرزوقة.